اهلا بيكم في برنامج 6 على 6. النهارده في حلقه النهارده هنجاوب على اسئلتكم. احمرار العين هو يعني عرض من الاعراض الامراض الكتيره في الشبكيه في العيون قصدي، خاصه التهابات الملتحمه، التهابات القرنيه، قرحه القرنيه، الميه الزرقاء الحاده. فاحمرار العين هو عرض لامراض كتيره، فاي واحد عنده احمرار عين لازم يكشف، لان الاسباب هنا بتختلف من حاجات بسيطه لحاجات خطيره جدا. حاجات بسيطه زي التهاب بسيط في الملتحمه، رمد صديدي خفيف بيخف بقطرتين كده، الى درجه شديده جدا زي مثلا مياه زرقاء اللي هي بنسميها المياه الزرقاء الحاده، وده مرض طبعا بيأثر على العصب البصري وعلى النظر، ممكن قرحه في القرنيه، ممكن التهاب مزمن في حاجه اسمها القزحيه، ده يعني التهاب جزء من الداخل بتاع العين. عشان كده اللي عنده احمرار عين ما يستسهلش ويقول انا عيني حمراء هروح اجيب قطره من الصيدليه واخف، لا، احمرار العين عرض لامراض ساعات تكون امراض خطيره جدا. شكرا لكم. لو في اي تعليق او استفسار له علاقه بالحاجات اللي اتكلمنا عنها النهارده يسيب لنا كومنت واحنا هنرد عليه ان شاء الله.